في البداية أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا طمأنت فيه على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجاء في البيان أن الرئيس متواجد حاليا في المستشفى العسكري بعين الناجة. وأضاف البيان أن الحالة الصحية للرئيس مستقرة ولا تدعو للقلق، وأن الرئيس يواصل مهامه بصفة طبيعية. أما بخصوص دخول المدرسي والمدارس، فقد أصدرت الوحدات الصحية بالابتدائيات المكلفة برصد الوباء تحذيرات من الفوضى وضرورة غلق المدارس لمدة 10 أيام كاملة في حالة تسجيل من حالة إلى 3 حالات كورونا، وهذا كإجراء احترازي. كما دعت مسؤولي البلديات إلى إجراء تحقيقات حول المصابين بكورونا الذين يقطنون بالقرب من المدارس لأخذ الاحتياطات اللازمة، وحذرت الوحدات الصحية المتواجدة على مستوى البلديات التي تم تنصيبها من طرف وزارة الصحة في إطار البروتوكول الصحي الخاص بالدخول المدرسي من تدافع التلاميذ أثناء الدخول والخروج، حيث أظهرت بعض التقارير الخاصة بالأسبوع الأول للدخول المدرسي وجود ازدحام في فناء المؤسسات التربوية، إضافة إلى ازدحام خارج المؤسسة من طرف الأولياء المنتظرين خروج أولادهم.